دكتورة، طيب الآن بعد يوم بعرفة نأتي للعيد وصلة الأرحام. بداية للأساس، كيف تجعل الأسرة الدين، يعني صلة الأرحام، الابتسامة، الصدقة، الزكاة، غيره، هو الركيزة الأساسية لانطلاقها في الحياة، سواء كان في العيد التي هي موضوعنا الآن أو غيرها في باقي الأيام. طيب خليني بقى أزعق شوية في الحتة دي نوبك السبب، عشان أنا إيه يعني عندي قد كده في قلب العيد. العيد صلاة العيد راحت منك، صلاة العيد أقسم بالله ولا بتحس بالعيد، صح ولا لا؟ صحيح. تنزل مهما كان، انزل احضر الخاي وانزل احضر الخاي، حتى الملائكة تصافحنا يعني مع الناس اللي ربنا يغفر لنا مع اللي يغفرهم، اللهم أمين يا رب. فنبتدي بصلاة العيد. ايه بعد كده صلاة العيد؟ الذبح، تمام، ذبحنا. في ناس بتذبح حول يوم، في ناس بتذبح تاني، وبعد كده العيلة، العيلة، الأسرة. اسألونا احنا يا مغتربين عن قيمة ان انت ما فيش عيلة في يوم العيد. وتعالوا شوفوا لما مثلا حد مثلا 40 ولا 50 يجي يقول لك بتذكر العيد، الأسرة، التجميعة، العيلة، الأهل، ولاد العم، ولاد الخال، والزيارات، والبيت بيبقى كذا عند الجد والجدة، أو ده يوم، ده يوم الفرح الحقيقي. الحاجات دي طمست الفترة دي بسبب يا لسه شايفة فيديو الجدة قالت لهم تعال، مرحبا، تعالوا تعالوا، جايبة لهم سلة حط الموبايلات، حط، جايين تزوروني، حطوا الموبايلات، واخده صاحبه الموبايلات كلهم وقافلين الواي فاي، احنا جايين نزور بعض. فالحضور في الزيارات وفي القعده مع الاسره مش بالاجسام وانت روحك وقلبك على الموبايل، بالارواح. لما باجي اتكلم عن صله الرحم وفرحه العيد في تجمعه الاسره، طبعا بيبتدي من البيت، منك انت يا دي الزوجه. عشان كده أقول لك جلسة العيلة المصغرة بتاعت كل أسبوع، والله لو ادوكي ملايين الجنيهات، ملايين الأموال، عشان بس تستغني عن جلسة العيلة في في في, في الأسبوع، ما تستغنيش ولو نص ساعة. والأولاد أدي العيد الأسرة الصغيرة، وعندنا جلسة كمان للأسرة الكبيرة. أب كاتب، شخصية معروفة، ومش هنقول يعني أنا مش هقول الاسم، شخصية معروفة، وحد كاتب بوست طويل. أنا عادتي ما بقراش البوست طويل، بعدين لازم ألبس النظارة، لكن بوست كان طويل جدا، بيتكلم قد إيه هو حزين بعد تربية أولاده، وبيتكلم عن حال أولاده في البر بيه، وبيتواصل معايا لواحد كل أسبوع، واحد كل شهر، كل كذا، وبيقول أنا صديقي دلوقتي الكرسي والنافذة اللي ببص بيها على بره، وقاعد لوحدي، بفطر لوحدي، وبعمل لوحدي، والكلام فين العيلة؟ لما يوصل حال الأب لده، أو شيخ تاني من المشايخ الدعاء الحاليين، قال يعني تجربتي في موضوع البر كان في مصلحة، ولازم أروح ده ولا واخد مش عارفة إيه، وأكمل الدكتوراه وكذا وكذا وكذا، وأبويا ما منعنيش. وبعدين لما زار أبوه بعد بقاله 10 سنين في الغربة، ورجع بقى وبتاعه، وخد جنسية ومعرفش إيه، وزار استحاله وجاي يزور أبوه، فأبوه قال لي اقرأ لي الآية، إما يبلغن إيه عندك، مالش يا ابني في البلد الفلانية، مالش انك تكون في البلد، انا عندك وانت عندي، ده بحال، ده بحال. المعاني دي لما تيجي تقوليها لشاب بدر، ايه ده من مصلحتي يعني انا اعمل كذا عشان اقعد، المعاني دي ماشي موجود. المعاني اللي مثلا في جالية من الجاليات، باننا دلوقتي بنلف على الجالية، جالية من الجاليات، كبير صغير، كبير صغير، اول ما يشوف ابوه يوطي على ايد ابوه يبص. قلت لهم، قالوا لنا لازم كده، كل، قلت لهم يعني الضيعه بتاعتكم كده ولا؟ قالوا كل البلد عندنا كده، يشوف ابوه، ابوه جاي في اي حته يوطى على ايد ابوه يبوسها. احنا عندنا السمت ده محطوط مثلا في بعض البيوت الملتزمه فقط،